حق بنتي يا ابني، حق بنتي، بيضربها وبيموتها وبيعذب فيها وما بياكلهاش ولا بيشربها ولا بيديها قرش، وسايبها عرة الكلاب في قلب الدنيا، ويلبس وتنزل بيطلع ويخرج، وسايبها هي عرة. كان بيدور على حق طول. بنتي على طول بيضربها، على طول بيضربها يعني، على طول. ما فيش يوم الا لما تقولي ده ضربني، ما فيش يوم الا لما تقولي ده ضربني. ضربها وبيعذبها. يعذبها، يعذبها عذاب كامل. فضل يعذب فيها لما ماتت، فضل يعذب فيها لما ماتت 4 ساعات، من 11 لواحدة، من الساعة 11 للساعة 1. حالة الوفاة طالعة من الساعة 1 بالليل. مشاهدينا ومشاهدي مصر، اليوم بنرحب بيكم في لايف جديد من مدينة طنطا محافظة الغربية مع أسرة منى. منى ضحية زوجها، يعني منى زوجها قام بإنهاء حياتها بعد أن انهال عليها بالضرب، خلافات كثيرة وخلافات مالية استمرت لفترات. يعني هنعرف اكثر التفاصيل من والدتها. حاجه انا برحب بيك على مصر اليوم، قولي لنا بقى يعني البدايه خالص بسبب الخلافات اللي بينكم دي كان من امتى؟ الفلوس يا ابني، من كتير الفلوس. هو كله حياته الفلوس، هات من ابوكي، هات من ابوكي، هات من ابوكي. لو ما خدتش من ابوها تنضرب، ولما تنضرب هاتيلي حقي. حقك ايه؟ 2000 جنيه، 1000 جنيه من ابوك. هي في بناتي هنا، في بناتي؟ لا ما ودنا، ما تاخدش. تقول لي النبي ابوها هيعمل وهيعمل فيها، هيموتني يا ابوها. يقول لها عودي يا بنتي، ما تروحيش عودي. يستغلها، مستنيها هنا. جبتي يموت ويضرب فيها. جابت فلوس ماشي، ما جابتش فلوس بيضرب. جابت فلوس ما يضربها. يصبح تاني يوم نفس الموال، كل يوم على الموال الاسود ده. كل يوم على الموال الاسود ده. ضرب واهانه وبهدله عشان عايز فلوس من ابوه. وما بيطلبش 100 ولا 200، بيطلب 2000 3. وعايز حقي. حقك ايه يا ابني؟ حق فلوس. هو شايف حقه اللي هو ياخد منكم فلوس. ايوه. هي بقى يقول له، هي تقول لكم، هي تقول عايز فلوس. بس والنبي هو ما طلب، انا اللي بقوم. ايه والنبي ما هو ما طلب، انا اللي بقوم. بتخاف تقول هو اللي قال. اخر مره شفتي منى امتى؟ من امتى؟ 4 ايام. ايه اللي حصل بقى؟ بقول لك، قعدت منقطع، قعدت معايا في الشارع. لقيتها بتقول لي ماما، قلت لها اطلع، خد المفتاح واطلع. دخلت الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، وروحت بيه. وهي عايزه تروح، حاضر بس معاك شويه. قعدت، قومي يا بنتي ماشي بقى. طب حبه بس كمان صغيره يا ماما. قعدت، طب انا عايزه اركب يا ماما. خد يا بنتي 20 جنيه. ركبت واستلفت لها 200 جنيه من البقاله اللي جنبها، ادتهم لها عشان ما يضربها، ومشيت بالعيال. طول ما هي ماشيه عماله تبص لي، طول ما هي ماشيه عماله تبص لي، ما تقدر تبص لي. والاخر خدها ومشي. مشيت هي بقى. مشيت. اخر مره شفتها فين؟ بس ما شفتهاش تاني بقى. كانت عايزه تقعد معاكي اطول وقت ممكن. كانت عايزه تقعد معايا وتتكلم معايا، بس هتباتي معايا؟ لا مش هبات معاك. بس يعني. طب يعني هو دايما كان بيحاول يضربها، ليه ما قررتش اللي هي تنفصل عنه؟ ما رضيتش. اما كان بقى يجي يطلقها، يقول لها طلقك، تحط ايدها على بقها. والنبي يا محمد ما تطلق، انا عايزه اعيش، ما تخربش بيتنا يا محمد. باقيه على بيتها واسرتها، باقيه على عيشتها وعلى بيتها. جمل استحملت كتير. جمل ما باركش. جمل يا ابني ما باركش خالص. ما باركش الا في النهايه بقى اللي خلص عليها. ضربها طبعا يعني سنين من الاعذاب. ضربها ضرب موت. والاخر قعد جنبها وعيط، قومي يا منى عيالك عايزاك. ابن الكلب، قومي يا منى عيالي عايزاني. بعد ايه بقى؟ عايزاني ايه؟ بعد ما موتها؟
طلباتك ايه يا حاج؟ حق بنتي، عايزه حق بنتي تشنقه تموته. احنا عرفنا يعني اخر حاجه منى كانت بتسعى ان هي تجيب كارد عشان تعمل له مشروع عشان يحسنوا من معاشتهم. قالت له مش هجيب، لما ما لقيتش حد يجيب لها قالت له طب خلاص مش هجيب، اجيب منين؟ روحي لامك ولابوك. قالت لهم وابويا ناس كبار، امي وابويا ناس كبار ما ينفعش يعملوا كارد. خدها بقى جوه السلة عليها بقى زي ما تكون بيتسلى في حبه لب. 4 ساعات من 11 لواحدة، روحها طالعه الساعه 1 وهو من الساعه 11 بيعذب فيه. بشو ما تخن كده يا ابني؟ لقوا السرير غرقان دم والارض غرقانه دم. الابن هو اللي روى التفاصيل دي النهارده. الابن اتكلم النهارده. اتكلم لوكيل النيابه. قال له بقى اللي كان بيحصل بقى. قال له على كل حاجه حصل. بابا عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. ولا سحب السكينه. استنى استنى بس يا بابا. ولا سحب السكينه. كان بيضربها بايه بقى؟ بشومه، بماسوره ميه، بسلك بتاع ده خلاط، يضرب بالفيشه، يضفر سلك مخصوص، كم تطفيره مخصوص لها، ويفضل يضرب فيها في اي حته بيضربها. ما فيش حته ما خلاش فيها ضرب ما ضربها. عملت من امتى؟ سنتين عمليه في رجليها. عملت من سنتين عمليه في رجليها، اربع مسامير وشريحتين، وقالت ده توك توك اللي خبطني. وصرفنا حق العمليه. احنا كمان عرفنا اللي هو كان قبلها ب 10 ايام كسر لها ضهر. متجبسه. داخله المشرحه وده متجبسه. ودراعها الثاني عايز شرايح ومسامير. الدراعين الاثنين؟ ايوه الدراعين الاثنين ورجلها الاثنين وبطنها. من الحرق بالسكينه. بقى يلسحها بالسكينه، يسخن السكينه ويلسحها. اما جت عندي هنا جيراني شافوا منظرها وهما بيغيروا لها. قالوا ايه يا بنتي؟ صبر على ده كله. اللي مخليكي صبر على ده كله؟ ده محمد كويس ما بيعملش حاجه. كل اللي فيكي ده كله ومحمد كويس يا بنتي؟ ما كانتش عايزه تطلعها بصوره وحشه. ما كانتش عايزه تطلعها بصوره وحشه. عايزه تعيش. كانت مطلعانا احنا بصوره وحشه. عايزه تعيش. لكن هو لا. طبعا هي يعني معاها 3 عيال فعايزه تعيش عشان؟ عشان الثلاث عيال. خلاص مين هيربي الثلاث عيال بقى؟ ما هي راحت وهو راح، مين هيربيهم الثلاثه؟ الله يسهل لهم بيهم بقى. 3 عيال لسه يا عيني يعني. الكبير 10 سنين. البنت 6 سنين، الولا 3 سنين. دول بقى يعني لما يطلعوا كده ويعرفوا القصه اللي هيعرف وهياخد حق امه الولا. اللي هو الكبير. هو مالك نفسه وشايف وعارف. الولا عارف ابوه بيعمل ايه. وقعد اتكلم قدام وكيل النيابه امبارح ما خافش. قال له كل اللي حصل. كل اللي حصل الولا ما خافش. انا كمان سلطت عليه وكيل النيابه. طب يا حاجه يعني قولي لنا كده بقى حكى قال ايه؟ الولا حكى له، قال له بابا لسحها بالسكينه وضربها بشومه تخن كده ولسحها وضربها بالسلك. كتب كله بقى وكيل النيابه. الحاجات دي كان هو محضرها دايما ومحضرها دايما على طول. بيشيلها لها دايما على طول. اما خدها ابوها اخر مره وداها المستشفى اتحايل عليها يعمل لها محضر. قالت له، قالت للظابط هناك في المستشفى ده توك توك اللي خبطني. خايفه عليه. جوزي ما عملليش حاجه. كانت بتحبه حاجه؟ بتحب. حب ايه يا ابني؟ حب ايه بعد العذاب ده كله؟ حب ايه بعد ما عذبها كده؟ ويا ريته كان بيرعيها، بيرعيها ولا بياكلها ولا بيشربها. يا ريته كان ابوها اللي كان بيصرف عليها. ما كانش بيصرف على عمره. هو كان يطلع واحد افندي لابس ومتنزه ومتقمع وماشي. بفلوسكم. بفلوسنا. وبفلوس ايه؟ وفلوس المخدرات اللي بيبيعها. وفلوس المخدرات اللي كان بيبيعها. احنا عرفنا ان هي كانت بتشتغل وبتدي له ده. لا ما اشتغلتش، كانت تيجي تاخد من ابوها. تيجي تاخد من ابوها. لكن شغل ما كانتش بتشتغل. هي فيها نفس تشتغل. ده راحت تكشف على عيل في مستشفى ولا حاجه يديها الثلاثة. ما كانش بيقعد مع عياله حتى؟ ما كانش ياخد عياله. كان يسيبهم لهم لمعات ويروح بيهم. طب اخواته ما حدش دخل الموضوع؟ ما فيش. ما فيش حد اتدخل. احنا اتدخلنا كتير. انا وابوه والاخر جاب لنا ناس وقعد هنا وغلط فينا. انا غلطت في زي ما غلطت.
والناس رفعوا من الموضوع وخلصوا وخدوها ومشي. تاني يوم محمد عايز 2000 جنيه يا بابا. طب اجيب لك منين يا بنتي؟ انت احنا بصفنا الموضوع وخلاص. قالت له لا، عايز 2000 جنيه لا يضربني. عايز 2000 جنيه لا يضرب. ولا ما ادتلوش ال 2000 جنيه هيضربني ضرب موت. انت ما تعرفوش بيعمل فيا ايه، ما تعرفوش بيعذب فيا ازاي. طب بتيجي تقول لكم الكلام ده؟ عشان تاخد الفلوس وتمشي. عشان تاخد الفلوس وتمشي. كانت مغلوبة على امرها وقتها. مغلوبة على امرها. كان ياخدها في الاوضة الجوانية اللي هي ماتت فيها ليه؟ عشان ما حدش يحس بيها. يضرب ويشتم ويعمل ويبهدل وما تتكلمش ولا تفتح بقها. والبنت قالت لي هتتك كتف ايد ورجل. وقال لها اقعدي. قعدت ونزل فيها ضرب ولسع بالسكين. بنت الصغيرة. الولد قال لها طب انت كدابه، انا هقول لبابا. قالت له، قالت لي لا يا تيتا انا بضحك عليك. العيال كانوا بيخافوا منه. بيخافوا منه موت. كانوا بيخافوا منه. كان بيقلعها هدومها وبيعذبها. قلعها، ما كانش بيضربها الا عريانة. ضرب عريانة بس، ما كانش يضربها وهي لابسة حاجة. يعوج لها بقها بالضرب. يكسر الله هنا. مرة ضربها بخرزانة. عينيها دي كانت قعدت، خدت راحت المستشفى. خدت علاج أسبوع. تعالج فيها ورجعت تاني، دخلت المستشفى تعالج فيها تاني. لأن أنا لو معايا الإشاعات هنا كنت وريتها لها. قال لي خدتها وهي مروحة. وكلنا واتغدينا وجت تروح، مفيش أكل لمحمد يا ماما. قلت لها في سمهاري لمحمد. تاخدي؟ يعني ضربك ومعذبك وإيدك متجبسة وما رضيتش تعملي له محضر، وقلت لي في أكل لمحمد. أكل إيه لمحمد تاني؟ محمد من العذاب انتهت بالموت. انتهت بالموت. ما حاولتوش تخليها تطلق او تبعد؟ ما رضيتش. ما رضيتش يا ابني. تحيلنا عليها كتير، ما رضيتش. طلقي معايا عيال. خايفة على عيال؟ انا عايزة اعيش في بيتي. ابويا يقول لها يا بنت عيالك هياكلوا ويشربوا ويتبسطوا. ما تقلقيش. كده كده انتوا بتصرفوا عليهم؟ اقعدي يا ماما معانا. تقول له لا ما سيبش محمد. ما سيبش محمد. ادي محمد. اخر كلمة حابة تقوليها ايه؟ حق بنتي. حق بنتي. قلت لي انا عايزة قصاص. يتشنى زي ما موتها يموتوها. ده اللي انا عايزاه في حق بنتي. لكن يتحبس بس لا.